السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، كيف حالكم؟ أتمنى أن تكون أحوالكم جيدة يا رب. دائما كيف ما عودكم، وصفات طبيعية، وصفات خاصة بالتسمين أو وصفات للشعر أو وصفات للعناية بالجسم، فكل وصفاتي طبيعية 100% وناجحة 100%. فأتمنى منكم أن تشتركوا في القناة إذا كنتم أول مرة تزوروا قناتي، ولا تنسوا الضغط على زر الجرس للتوصل بكل ما هو جديد، وأيضا لا تبخلوا علي باللايك إذا أعجبكم الفيديو طبعا، واقتراح حاتكم أسفل الفيديو. بالنسبة لوصفات اليوم، كما رأيتم في العنوان، هذه الوصفة ستكون خاصة بإزالة الكلف وأيضا التخلص من حب الشباب وأثاره. هذه الوصفة مجربة 100%، استعملتها أمي وأعطتها نتائج رائعة من أول استعمال، فأتمنى منكم أن تجربوها وأن تردوا علي في خانة التعليقات. فبالنسبة لوصفة اليوم إن شاء الله غتكون من مكونين فقط، ليس أكثر، لكن لهم أثار ولهم يعني فوائد عظيمة جدا ونتائج سريعة. فبالنسبة للمكون الأول في هذه الوصفة، سأحتاج إلى الحلبة مطحونة. الحلبة كما نعرف أنها جميلة جدا للبشرة وللجسم، كونها كتقوم بتصفية البشرة وأيضا تبييض البشرة، هي جميلة جدا وغنية بفوائد عظيمة التي لا تعد ولا تحصى. وأيضا سأحتاج إلى بيض أصفر، بيضة بلدية، سواء بيضة بلدية أو لا بيضة عادية، يعني أنا ما كانش بيض بلدي، فممكن لكم فقط تكتفيوا بأصفر بيض عادي. فكما نعرف أن البيض يستعمل في وصفات عديدة للتبييض، وأيضا خصوصا الوصفات لإزالة بعض الأثار أو التصبغات أو الأماكن الداكنة في الوجه. فهذه الوصفة جميلة جدا لكل السيدات اللي كتعاني من الكلف. كما نعرف أن الكلف كيجي بسبب عدة مشاكل، منذكر بعض الأسباب، منها بعد الحمل يعني في مورا الولادة، كيكون يعني كيصبح الخدود ديالك فيهم أماكن داكنة وتصبغات، أو كتشكل كتصبح على شكل كلف. وأيضا حتى الكلف القديم كتزولوا، هاد الوصفة بدورها كتقوم بحال إزالة داك الجلدة الفوقانية، باش كتزول كيصبح الوجه ديالك صافي ومتوحد لون وأبيض. فقط داومي على هذه الوصفة لكي تحصلي على نتائج أكثر. فبالنسبة للمكونات جد بسيطة، تقومي بأخذ حلبة وتقومي بتنقيتها جيدا من كل شوائب التي تكون موجودة بها، سواء أطربة أو أعواد. بعد ذلك قومي بطحنها جيدا حتى تتحصلي على بودرة لينة. فنصيحة مني أنكم لا تشتروا حلبة مطحونة لدى العطار، لأنها تكون موجودة بها أشياء أخرى، لذلك حاولي أن تطحنوا الحلبة بيدكم لكي تكون يعني مضمونة بـ100%. وأيضا سأضيف يعني أصفر بيضة، يعني ضيفي ملعقة من حلبة مطحونة في إناء، وضعي إليه ملعقة من وضعي إليه أصفر بيضة، وقومي بخلط هذه المكونات. الشكل ديالها كيجي أصفر، لأن أصفر البيضة مع الحلبة مطحونة كيصبح اللون ديالو أصفر. فهذا الماسك كتطبقي على الأماكن اللي عندك فيها السواد وعندك فيها الكلف، كتخليها لمدة ديال نصف ساعة، من بعد كيكرم، يعني كتولي كتقشري هكا، كتهزيه بحال شكل جلدة، فكتخليه حتى كتشربوا البشرة ديالكم وهو كيكرم، على حسب كل بشرة تختلف على بشرة أخرى. يعني كاين اللي غادي ينشف ليها الماسك على ربع ساعة، وكاين اللي على نصف ساعة. من بعد كتبداي تقشريه، ماشي كتغسلي الوجه ديالك نيشان مباشرة، لا، حتى كتقشري كتبداي تزولي فيه بشوية. بالنسبة للبنات اللي عندهم الشعر رقيق في الخدود ديالهم أو في الجبهة، فكيصعب عليهم باش يزولوا الماسك، لأنه تبداي تحيد الزغب حتى هو. فالبنات يعني اللي بغيتو تحيدوا الزغب، فهاد الوصفة جميلة جدا، كتزول حتى الزغب معاها، فكتبداو تحاولوا بشوية بشوية، وانتوما كتقلعوا في الماسك حتى كتزولوا بالكامل من الوجه ديالكم. من بعد كتغسلوا الوجه ديالكم عادي، فالوصفة داوموا عليها بشكل يومي حتى كتحصلوا على النتائج، يعني النتائج اللي بغيتو ان شاء الله. هاد الوصفة كتعطي المفعول، يعني كتحسوا بالفرق من اول استعمال كتزولي هاد الماسك. فكنتمنى هاد الوصفة تكون نالت الريدة ديالكم وتجربوها باذن الله، وتشكروني عليها، لانها وصفة مجربة مني انا شخصيا، يعني من الام ديالي، وعطاتها نتائج من اول استعمال. اتمنى ان تجربوها وان تردوا علي في خانة التعليقات، ونقول لكم السلام عليكم، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله مع وصفة جديدة. وما تنسوش لي لايك ديالكم، وشكرا لكم على الدعم، وإلى اللقاء، إلى فيديو قادم إن شاء الله.